مساء الخير. لو سمحت مستر محزوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو انكل، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر، تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك سيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها، وانت ابوكي عامل ايه؟ لا، انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم، أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا، أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا ناس فيها بيعملوا إيه. حلو قوي الملوخيتو ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا لا لا، وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ناتاشا. الملوخيتو ده؟ ايوه. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخيه او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراوليه ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا، اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه ايه كيف على ملوخيتو. سيف، انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. الحمام انا. مش مهم. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي، انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا.
طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتفضلوا. خلاص بقى. اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده هي روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضه؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب بحيث ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟